إذن حالة مطرية في بعض الأجزاء الشمالية من المملكة، التفاصيل بعد هذا الفاصل. تظهر آخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة هنا في مركز الطقس العربي لوجود بعض السحب والغيوم في المنطقة الشمالية من المملكة. هناك حالة من عدم الاستقرار الجوي تسيطر على منطقة بلاد الشام. هناك تغييرات متوقعة على الحالة الجوية على المملكة، سنستعرضها الآن بعد قليل. إذ يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يدخل هواء بارد على شكل منخفض جوي علوي إلى المنطقة الشمالية من المملكة. تشمل هذا الدخول للهواء البارد كما نلاحظ مناطق شمال تبوك وأيضا أجزاء من الجوف، بالإضافة إلى منطقة الحدود الشمالية بما في ذلك عرعر وسكاكة وتبوك. ولاحقا نتوقع أن يتجه هذا المنخفض العلوي باتجاه مناطق العراق، وبالتالي قد يؤثر في وقت لاحق على رفحاء وحفر الباطن، يستوجب ذلك طبعا المتابعة. هذه حالة من عدم الاستقرار الجوي يتوقع أن تؤثر على المناطق الشمالية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بنظر توقعات الهطولات المطرية، فكما نلاحظ اعتبارا من ساعات مساء يوم السبت تشتد فرص هطول الأمطار الرعدية في أجزاء من تبوك ومنطقة الجوف وبعض أجزاء الحدود الشمالية، ومتوقع تبقى الفرصة مهيئة لأن تشهد هذه المناطق زخات رعدية من الأمطار، لا يستبعد أن تكون بعض منها غزير ومترافق مع البراد، كما وتجري بذلك الأودية والشعاب وربما أسول في هذه المناطق. وتشتد الأمطار ليلا خاصة في منطقة الإجريات والحدود الأردنية السعودية، بالإضافة لمنطقة الطريف وبعض المرتفعات تبوك في ذلك الوقت أيضا. بعض الأمطار الرعدية محتملة أيضا في بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر كنتيجة وتوابع ثانوية لهذه الحالة. تستمر فرص الأمطار الرعدية نهار يوم الأحد في المناطق الحدود الشمالية ومنطقة الجوف تحديدا في سكاكة وعرعر والطريف والإجريات، وتوقع أن تتشكل السيول في تلك المناطق وتجري الأودية والشعاب وتخطر الأمطار التي قد يكون جزء منها غزير ومترافق مع تساقط زخات من البراد بمشيئة الله تعالى، وتنتقل هذه الحالة تدريجيا نحو الحدود الشمالية باتجاه عرعر وقد تصل منطقة رفحاء بمشيئة الله تعالى. صباح يوم الاثنين هناك فرص لأمطار أن تمتد أيضا إلى منطقة حفر الباطن في هذه الحالة في مناطق محيطة بحفر الباطن بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة في بعض المناطق، يتوقع أن تكون هناك فرص كما ذكرنا أمطار رعدية في منطقة تبوك، ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد تكون على النحو التالي: في سكاكة 23-11 مع فرص لأمطار رعدية، تبوك 22-11، وفي عرعر من 22-10 درجات مئوية مع فرص لأمطار رعدية في هذه المناطق. في جدة من 31-22، في المدينة المنورة من 26-15، في مكة المكرمة من 30-20 درجة مئوية، وفي الطائف من 22-14 درجة مئوية. في مرتفعات جنوب غرب المملكة الأجواء مستقرة تماما، تكون في الباحة من 18-13، في أبها من 22-12، وفي جزائر من 34-26 درجة مئوية. بالانتقال إلى المنطقة الشرقية، في الإحساء من 33-19، وفي الدمام من 30-20، وفي حفر الباطن من 28-15 درجة مئوية. ونهاية هذه الجولة في العاصمة الرياض من 31-20، في بريدة من 26-15، وفي حائل من 23-9 درجات مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة في العاصمة الرياض، فالأجواء مستقرة تماما والأجواء مشمسة، درجات حرارة بين 31-32 درجة مئوية يوم الأحد والاثنين، و28 درجة مئوية يوم الثلاثاء. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.